3 حين قال رئيس CIA السابق إن ويكيليكس مخابرات روسية. مين بقى اللي بيطلع الكلام ده لويكيليكس؟ إزاي ويكيليكس تقدر تقتحم CIA؟ إزاي ممكن تجيب 19 إزاي تجيب 9000 وثيقة من CIA وتنشرها؟ إزاي؟ ده لو في مكتب اتسربت منه ورقة ولا ورقتين ولا ثلاثة بيبقى في حالة طوارئ، ولو مكتب أصلا ملوش أي لازمة. تخيل بقى إن CIA بكل قوتها ويقدر الناس اللي في كيليكس يحصلوا على كل هذه الوثائق عن تنصت وكالة الاستخبارات الأمريكية CIA على الناس في كل مكان والسياسيين في كل مكان. هل ديت المخابرات الأمريكية وبتشتغلنا؟ بتخوفنا مثلا؟ ممكن يكون الكلام ده مش بالدقة ديت، ولا التلفزيون بيصور أو بالطريقة دي، ولا الموبايل بالطريقة دي، ولا يا ترى ده كلام مظبوط وإن ديت المخابرات الروسية مخترقة المخابرات الأمريكية؟ البعض بيقول إنها مخابرات روسية، لكن ممكن ده يكون كلام مش مهم، إلا إن أحد الناس المهمين جدا قالوا فبقى كلام مهم. يعني لو حد قال ويكيليكس دي مخابرات روسية هناخد كلامه إنه كلام، لكن لما مايكل هايدن شخصيا رئيس CIA السابق، مش ضابط في CIA، رئيس CIA السابق أو مدير عام الوكالة السابق، لما مايكل هايدن شخصيا يقول إن ديت مخابرات روسية وإنه ما نتأملها ونشوف تركيزها على أمريكا وتركيزها في مفاصل مهمة زي الانتخابات الأمريكية ونشرها وثائق تضرب الأمن القومي الأمريكي، فبيقول مايكل هايدن رئيس CIA السابق إن ويكيليكس مخابرات روسية. لكن البعض يقول يعني بالذمة أسانج ده اللي هو مؤسس ويكيليكس قاعد في سفارة الإكوادور في لندن، وشرطة عربية شرطة بتحاول تحرس هذه السفارة، السفارة دي تكون ملك الدولة، يعني السفارة المصرية في واشنطن مثلا دي أرض مصرية، فالسفارة الإكوادورية في لندن دي أرض إكوادورية، فلما يخش السفارة خلاص كأنه راح دولة الإكوادور، فبقاله 4 سنين لاجئ جوه هذه السفارة جوه السيادة الإكوادورية، ما يقدرش حد يطلعه من السفارة. هل بالذمة ده الكلام برضو يخش العقل؟ لندن الحليف الاستراتيجي والتاريخي واللصيق بواشنطن يكون فيها سفارة لدولة صغيرة جدا جدا زي الإكوادور، فالسفارة دي لا تقدر المخابرات البريطانية ولا الأمريكية تقتحمها؟ هل معقول إن أسانج اللي قاعد جوه السفارة فيلا في لندن لدولة صغيرة جدا أمريكا ربما لا تراها، هل معقول يقعد حد في السفارة ديت ويكتب كل الكلام ده وينشر كل هذه الوثائق CIA كده قاعدة ساكتة؟ وأقصى شيء عملوه له لما نشر وثائق هيلاري كلينتون إنهم قطعوا عنه الإنترنت، وأنت بتعاقب تلميذ صغير، أقصى شيء قطعت عنه الإنترنت في السفارة 2 أسبوع ورجعت الإنترنت تاني. المنطق يقول إن لا يمكن تكون CIA عاجزة إن هي تجيب أسانج ده من جوه سفارة الإكوادور، ولا قانون دبلوماسي ولا حصانة ولا كلام من ده، إنما لماذا لم تفعل CIA ذلك؟ من ناحية تانية رئيس CIA بيقول إن ديت ممكن تكون أو إنها مخابرات روسية. هل ويكيليكس مخابرات روسية؟ مخابرات أمريكية؟ لا أمريكية ولا روسية؟ العالم كله في حالة لخبطة من ويكيليكس وفي حالة صدمة من التسريبات الأخيرة التي اقتحمت قلب CIA.